قدرت. كان تفكيري ان انا اعتمد على سياحه المهرجانات وسياحه المؤتمرات والسياحه الرياضيه وسياحه المجموعات والاسر والشباب المصريين. وابتدينا فعلا نسعى لهذا الموضوع في ظلها في هذا التوقيت تقريبا، وكنا تقريبا في نص شهر مايو حصل اتصال تليفوني من الاستاذ حسن عبد الخالق بيا، واتفقنا على شويه حاجات. عملت ميكس كده هم الاثنين واحد لا بس العيال حسن ابو العيال حسن ابو العيال حسن عبد الخالق حسن محمد عبد الخالق ابو العيال حسن ابو العيال ده كان اول اتصال، واتكلمنا في شويه حاجات. وبعد كده حصل مقابلة بين الأستاذ حسن أبو العلا والأستاذ محمد أبو خالد معايا، وبعد كده حصل مقابلة بيننا وما كان معاهم بقى انضم ليهم مروة وأميرة، وطبعا كان بتشرف هذا اللقاء مدام إلهام، والتقينا واتفقنا على شوية حاجات طمنتنا يعني لبعض، يعني هم اطمنوا إن في أسوان حد هيساعد المهرجان، وانا اطمنت ان في مجموعه عمل حريصه على انها تعمل حاجه كويسه. قدرت اقوى موقع فني في مصر.